وافق رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري على أن يقوم رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية. وقال الحريري في بيان إنه قرر مساعدة أديب على إيجاد مخرج بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية يختاره هو، شأنه شأن سائر الوزراء على قاعدة الكفاءة والنزاهة وعدم الانتماء الحزبي. مشاهدينا، للمزيد ينضم إلينا مباشرة من ساحة الرياض الصلح وسط بيروت مراسل التلفزيون العربي مراد البتوش. مراد، بداية صباح النور. صباح الخير. أهلا وسهلا مراد. اليوم من المرتقب أن يعرف إن ما سيكتب لمبادرة سعد الحريري النجاح، خاصة أن أول مسمار في نعش هذه المبادرة أتاه يوم أمس من رؤساء الحكومة السابقين الذين اعتبروا أن مبادرة الحريري هي شخصية. ما الجديد بهذا السياق مراد؟ نعم، يبدو أن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري تحوط تماما لردة الفعل باعتبار بأنه تحدث على أن تلك المبادرة تعتبر ربما بمثابة انتحار سياسي له، لكنه أقدم عليها بمعزل عن رأي نادي رؤساء الحكومات السابقين، وبالتالي الرجل تحوط لذلك تماما. البيت الداخلي في نادي رؤساء الحكومات السابقين رفضوا تلك المبادرة وما زالوا يصرون على أن التسمية لوزير وحقيبة مالية يجب أن يكون ذلك ضمن نطاق الدستور. وقبل مبادرة الحريري التقينا برئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة الذي كان مصرا تماما على أن الدستور هو العامل الأساس الذي يحكم اختيار الوزراء. كيف يمكن أن تترجم مبادرة الحريري بما أن حزب الله وحركة أمل الثنائي الشيعي لم يصدر بيانا بعد حول موقفه من مبادرة الحريري؟ ربما ذلك يترجم من خلال اتصالات ستجري اليوم في بعبد ما بين الرئيس ميشيل عون وبين أطراف تتبع الثنائي الشيعي، أو حتى هناك ربما لقاءات تشاورية ستعقد في عين التين مقر رئيس البرلمان نبيه بري. هذا ربما سيترجم المسار الذي ستتجه إليه الحكومة. لكن هناك ربما من صوروا على أن مبادرة الحريري من بعض من أجزاء الشارع فيما صورها البعض على أنها ربما مخرج للأزمة الحالية في لبنان. هناك آخرون صوروه في نظرية الغالب والمغلوب على أنه انتصار للثنائي الشيعي باعتبار أن الفرنسيين لم يستطيعوا أن يحققوا أي اختراق أو تنازل من قبل الثنائي الشيعي، لكنهم لجأوا إلى صديقهم التاريخي سعد الحريري وعائلة الحريري، هي أصدقاء تاريخيين للإليزيه، وبالتالي أقدم الرجل على هذه الخطوة رغم أنها تعتبر خطوة غير دستورية ولا تتضمن المداورة أو حتى المادة 95 للدستور. على كل المراد، هو أقر بذلك الحريري عندما قال إنه متجرع عن هذا السم، أطلق هذه المبادرة الجديدة لمساعدة رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب. مراد، انطلاقا من ذلك موقف الحريري أتى بعده مباشرة بيان صدر عن الخارجية الفرنسية الكي دورسي، قال فيه أنه على أساس اللبنانيين إنقاذ البلاد ومنع انهيار لبنان بتشكيل هذه الحكومة الجديدة، كأن الموقفين كانا مترابطين. على كل، وسائل الإعلام المحسوبة على حزب الله خاصة إحدى الصحف قالت أنه موقف الحريري قد يؤدي إلى ولادة الحكومة. يعني اليوم نتابع مجريات قصر بعبدة، أليس كذلك؟ إن كان ما سيتوجه رئيس الحكومة المكلف إلى القصر الرئاسي في هذا اليوم. نعم، ربما في ساعات المساء قد يشهد قصر بعبدة ترجمة لمبادرة الحريري، كانت سيتم استيلاد حكومة جديدة. وعطفا على ما تحدثت به الخارجية، هناك من يتحدث من قبل مراقبين وأوساط سياسية لبنانية على أن الحريري بهذا التنازل الذي قدمه ومعترفا به ومعترفا بتجرعه للسم هو ربما أنقذ ماكرون من رمال السياسة اللبنانية المتحركة ومن بين ما تعتري القوى السياسية من تعقيدات كبيرة تقليدية في لبنان. قصر بعبدة سوف يشهد ربما لقاءات في الساعات القادمة. هذه اللقاءات قد تسفر عن ميلاد حكومة باعتبار أن حزب الله وأمل قد حصلوا على نصف ما كانوا يرغبون به، رغم أن الموقف المبدئي للثنائي الشيعي كان يصر على أنه لا يحق لأي طائفة أن تقوم بتسمية وزير المالية بالنيابة عنها، لكنها ربما حصلت على أكثر من ذلك باعتبار أن ما سوف يطرحه الحريري من تزكية لشخصية شيعية
شيعية غير حزبية قد يبدو مرضيا لكل الأطراف باستثناء الشارع اللبناني الذي يجد به الحكومة اللبنانية القادمة على هذه الشاكلة هي استنساخ لحكومة حسان دياب التي ترنحت حتى قبل انهيار المرفأ، وبالتالي فإن النظام التقليدي اللبناني الذي يتكرس عرفا حسب الممارسات السياسية هو ما زال يتجذر بالساحة اللبنانية، وبالتالي المبادرات غير الدستورية هي ما ستنتج حكومات لبنانية قادمة، الأمر الذي قد يدل على أوضح تقدير على مدى تعقيد الحالة السياسية اللبنانية. على كل مراد الشيطان يبقى بالتفاصيل، مبادرة الحريري قالت أن رئيس الحكومة المكلف هو من يسمي الشخصية الشيعية التي ستتولى وزارة المال، وهو ما قد يرفضه إذن حزب الله وحركة أمل المتمسكان بتسمية وزرائهم بالحكومة الجديدة بلبنان. أيام لبنان ليست ممتازة على كل حال مراد، يوم أمس شهدنا تفجير بموقع تابع لحزب الله بمنطقة عين قانا بجنوب لبنان، هل من جديد بهذا السياق؟ بالنظر إلى أن المنطقة تتبع لنفوذ حزب الله وأن حزب الله قام بفرض طوق أمني على المنطقة بعيد الانفجار الذي قد تردد على لسان شهود عيان بالمنطقة، فإن المعلومات المتاحة حول هذا الموضوع تبدو شحيحة باستثناء بيان صدر من الجيش اللبناني الذي قال أنه هرع إلى مكان الانفجار وأنه سيباشر التحقيق، لكن الروايات كانت متضاربة للغاية بالنظر إلى عدم وجود اختراق إعلامي لتلك المنطقة التي تقع في إقليم التفاح في الجنوب اللبناني، وبالتالي فإن هذه المعلومات ربما أو الروايات منها ما تحدث على أن هناك جمعية أممية تقوم بجمع المخلفات حرب 2006 والألغام في منزل في أحد المنازل أو في أحد المستودعات، ونتيجة لخطأ تقني أدى ذلك إلى هذا الانفجار، لكن بما أن حزب الله لم يصدر بيانا حول ذلك فإن هذا يبقى في سياق روايات متعددة في هذا الاتجاه. نعم، على كل مرة ستكون لنا وقفات متتالية إذن بمتابعة لآخر تطورات لبنان الميدانية والسياسية، منها مراسلنا من العاصمة اللبنانية بيروت مراد البتوش، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكرا.